نوجه عناية السادة الحضور الكرام إلى وجود بعض محدثات صوت أثناء الفقرات التالية. مع الجرأة والإقدام والدقة في تنفيذ المهام، مع عروض ميدان الجبال في مواجهة المنصة أعلى الأبراج، نشاهد موجات النزول بالهرنس بالأوضاع المختلفة كالدودة والفراشة بهدف الوصول إلى المناطق المراد اقتحامها بكثافة عالية. ونرى على البرج الثاني في مواجهة المنصة موجات من طالبات الكلية تستعرضن بشجاعة وإقدام النزول بالحبال بالأوضاع المختلفة كالنزول بمواجهة الأرض والنزول السريع، ويتبعهم الطلبة على البرج السادس في موجات متتابعة ومتتالية. ونرى على البرج الرابع في مواجهة المنصة قمة الجسارة في النزول السريع بالحبال في وضع الاقتحام، وهي مهارات تساعد في اقتحام الأوكار الإجرامية. كما نتابع دفعات هبوط الطلبة بحبال الهرنس من المناطق العالية إلى الأهداف الأرضية. وعلى البرج الرابع أيضاً نشاهد نزول الطلبة بالحبال بمواجهة الأرض، وهو ما يسمى بنزول الاشتباك الذي يستخدم في الهجوم على أوكار الخارجين على القانون، ويعبر عن مدى المرونة الفائقة أثناء التعامل مع المطلوبين. إنها اللياقة البدنية العالية، وقد امتزجت بالشجاعة والإقدام بعد أن صقلتها التدريبات المستمرة. الهدف من تدريب الطلبة على الحبال هو إبراز كفاءة رجل الشرطة في عمليات الحماية المدنية والإغاثة والإخلاء للجرحى والمصابين واقتحام أوكار الخارجين على القانون. وعلى البرج الثاني تستعرض طالبات الكلية التشكيلات العنكبوتية بالتوازي والمزامنة مع زملائهن من الطلبة على البرج السادس، وتعتمد هذه التشكيلات على الدوران حول محور الجسم أثناء التعلق والنزول بالحبال، وتستخدم هذه التشكيلات لتكثيف أعمال الاقتحام وتأمين القوات الأرضية أثناء العمليات وتشتيت الخصم من خلال مباغتته ومحاصرته من النوافذ والدخول للمبنى المراد اقتحامه بكثافة عالية. كما نتابع دفعات هبوط الطلبة بحبال الهرنس من المناطق العالية إلى الأهداف الأرضية. وعلى البرج الأوسط نشاهد بياناً لاقتحام النوافذ باعتبار اقتحام المنازل والأوكار من أعلى إلى أسفل هي أفضل طرق الاقتحام لما تحققه من عنصر المفاجأة والمباغتة. يتم الآن اقتحام نوافذ المبنى، كما يتم التعامل مع المطلوبين داخل المبنى. ويعقب عملية الاقتحام عملية إخلاء مجموعات التأمين بطريقة الاشتباك في آن واحد.